اهلا بيكم. يا ريت قبل ما نبدا ملخص الفيلم ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. وبالمناسبه فده يكون ملخص الجزء الثالث من الفيلم، ولو حابين تشوفوا الاجزاء الاولى هتلاقوها في اللاين اللي فوق. بيبدا فيلمنا في صقليه في ايطاليا، وبنشوف راجل كبير بيكون مع حفيده وبيوصلوا للمصنع بتاع الراجل الكبير. واول ما بيوصلوا بيلاحظ الراجل ده ان مساعده مستنيه على باب المصنع، ووقتها بينبه الراجل على حفيده انه ما ينزلش من العربيه لحد ما هو يرجع. وفعلا بيدخل مع مساعده المصنع وبيلاقي ناس كتير مقتولة من رجالة الراجل الكبير، وبيكون فاضل المساعد واتنين تانيين واللي بيكونوا قدروا يحتجزوا القاتل لحد ما الراجل الكبير يوصل. وفعلا بيوصل الراجل الكبير للقاتل، واللي بنتفاجئ ان هو روبرت، ويكون هادي جدا وبيقول للراجل الكبير ان هو جاي ايطاليا مخصوص علشان يرجع حفيد الراجل الكبير لوالدته في امريكا. وبنفهم ان جد الولد خطفه. وقتها الراجل الكبير بيستهزأ بروبرت لانه لوحده وصوت ثلاثة من مساعدينه، بس روبرت بسهولة جدا وكل احترافية بيخلص على كل مساعدينه وعلى الراجل الكبير. ولما بيخرج بيقول للولد يستنى في السيارة على ما يجيب سيارته ويناله، بس الولد بيخرج وبيضرب روبرت برصاصة في رجله وبيهرب. وقتها بينزف روبرت بس بيقاوم الإصابة وبيركب عربيته وبيسافر لمدينة تانية عن طريق عبارة، ويحاول يعالج نزيفه بقدر الإمكان. بس لما بينزل وبيبدأ في الحركة بيقف بالعربية وبيغمى عليه من النزيف، بس لحسن حظه بيشوف ضابط اسمه جيو وبيقف ليه وبياخده معاه لدكتور اسمه إنزو اللي بيخرج الرصاصة من رجل روبرت. وفعلا بعد 3 ايام بيبدأ روبرت يستعيد صحته شوية، بس بيكون لسه بيمشي بعكاز وبيشكر انزو وبيقوله ان هو عايز يمشي في القرية شوية، فبيوافق انزو وبيقوله يروح فين ويقدر يرجع ازاي. وفعلا بيخرج روبرت وبيروح لكافيه مين اللي قاله عليه انزو، وهناك بيقابله بالصدفة الضابط جيو اللي انقذه وبيديه مفاتيح عربيته وبيشكره روبرت جدا. بس جيو بيقوله ان اهل القرية طيبين ومش بتوع مشاكل، فبيفهم روبرت ان جيو افتكره شخص من عصابات بسبب اصابته برصاصه، وبيوعده ان هو مش هيعمل اي مشاكل. ولما جيو بيمشي بيكلم روبرت العميله هيما في الاستخبارات اللي بتكون شغاله في قسم تهريب الاموال، وبيكون بنت العميله سوزان اللي كانت صديقه روبرت بس اتقتلت، وابوها هو براين اللي كان صديق روبرت. بس بتكون ايما مش عارفه روبرت شخصيا، ووقتها بيبلغها روبرت على مصنع خاص براجل عصابات في ايطاليا، وان المصنع ده بينقل فيها ممنوعات، فهي مش بتهتم لانها تخصص تهريب اموال مش ممنوعات. روبرت بيقول لها برضه ان المصنع ده بمبالغ ماليه كبيره، وبيقفل الخط معاها قبل ما يعرفها هو مين، وهي فعلا بتقرر تحقق في البلاغ. وقتها بنرجع لروبرت اللي بيبقى في يوم مطعم وبيلاقي اب بيدي ابنه ظرف فيه فلوس وبيخليه يديه لشخص اسمه ماركو. بنفهم ان ماركو من عصابه كبيره في ايطاليا وان اسمها كامورا، واخو ماركو يبقى زعيمها. وبيفهم روبرت ان دي اتاوه المحلات بيدفعوها لعصابه الكامورا، وبيتاكد اكتر لما بالصدفه بيسمع انه بيضرب صاحب مطعم السمك علشان ما اداش ليه الاتاوة لان معهوش فلوس. وقتها بيخرج ماركو من المحل وبيروح لاخوه فينسنت اللي بيكون بيمضي واحدة على عقد بيع عمارتها بالغصب، ولما مش بترضى بيقول لرجالته يخلصوا على والدها. وفعلا ده بيحصل بكل وحشية. وقتها بنرجع للعميلة ايما اللي مع العميل فرانك، وبيكونوا عارفوا مكان المصنع اللي كلمها عليه روبرت، وبيروحوا ليه وبيكتشفوا ان في كمية كبيرة من الممنوعات وانهم بيهربوها وبيهربوا الاموال علشان يعملوا منها غسيل اموال. وساعتها بنروح لفينسنت اللي بيقول لاخوه ماركو لما بيعرف ان انجل وصاحب محل السمك ما دفعش الاتاوة انه لازم يبقى عنيف مع الناس علشان ما ينسوش. وفعلا بالليل اثناء تجول روبرت القرية بيلاقي ان المحل الخاص بانجل اتحرق وهو عمال يبكي عليه، وبيعرف ان اللي عمل كده هو ماركو ورجالة العصابة. وقتها بنروح لجيو الظابط اللي بيحقق في قضية حرق المحل، وبيلاقي عربية كانت موجودة قدام المحل وقت الحريق وهربت لما بدأ، فجاب رقمها وكلم زميله في المرور علشان يدور على أرقام العربية ويعرفوا صاحبها. وبنرجع لروبرت اللي بياكل مطعم امينه اللي بتيجي ليه وبتفضل تكلم معاه، وبنعرف ان مع مرور الايام بيحس روبرت انه من اهل القريه وبيتشفي تماما من الرصاصه. ففي يوم من الايام بيكون في الكافيه وبنشوف ايما اللي بيحاول يصوره من وراه، ولكنه بيشوفها وبيدعوها تقعد معاه وبتساله وقتها هو بيشتغل ايه، فبيقول لها ان هو متقاعد وبيكون وضع عليه ذكي من طريقه كلامه معاها. وبيكون هو عارف ايما لانها بنت اعز اصحابه، فبتقول له ايما انها عايزه منه يفضل في القريه اليومين دول علشان لو حاجته في التحيات، فبيوافق روبرت. وبنروح لجيو اللي بيروح ياخد بنته من المدرسه ولكنه مش بيلاقيها، وبتيجي ليه مكالمه من رقم غريب بيقول له ان بنته روحت مع حد تاني، فبيجري جيو على البيت وبيكون خايف على بنته ومراته. وفعلا بيلاقي رجاله مارو في بيته وبيضربوا مارو وبيقول له ان هو لو ما بطلش بحث في قضيته ما هيخلصوا على بنته، وبيمشوا. وقتها بيروح جيو لينزل اللي بيخيط لجرحه، وبيكون هناك روبرت اللي بيشوف ان جيو مجروح، ولما بيمشي
بيعرف روبرت مينينز وكل حاجة حكى لي جيو، وان ماركو ورجالته هما السبب والبوليس مش قادر يعمل حاجة ليهم. فبيقرر روبرت انه يحقق بنفسه العدالة لانه بقى بيعتبر نفسه واحد من اهل القرية، وفعلا بيراقب جيو اللي بيكون خارج مع عيلته في مطعم، وبيجي لماركو وبيقول له يبعد عن طريقهم بان ده اخر تحذير. وقتها بيفضل روبرت يبص لماركو اللي لما بيشوفه بيبص ليه، بيروح ليه وبيسأله ليه بيبص له، فبيقول له روبرت يبطل يضايق اهل القرية والا نهايته هتبقى وحشة. فبيستهزأ بيه ماركو، ووقتها هو بيقدر يلوي دراعه وبيكون هيكسره، وبيهدد رجالته بكده وبيخليه يرمي سلاحه ويمشي هو ورجالته من المطعم. وبيكون جيو مستغرب من اللي شافه، وبالليل بيكون ماركو بيقول لرجالته انهم هيخلصوا على روبرت، بس فجأة عربية بتخبط راجل من رجالة ماركو، وبيكون روبرت اللي حاط حاجة على دواسة البنزين، وبيجي للراجل التاني وبيخلص عليه، وبيروح لماركو وبيخلص عليه بعد ما بيسبب ليه ألم شديد. وتاني يوم بنعرف ان حصل تفجير عند محطة القطر، وبنفهم ان اللي عمل كده هو فينسنت كتعبير منه على مديته من ان اخوه مات. وفعلا بنروح لفينسنت اللي بنلاقي انه عمل حفل تأبين لاخوه بيته، وبنتفاجئ ان رئيس شرطة القرية واللي اسمه باريلا بيكون خاين وبيشتغل مع فينسنت، وبيقوله ان في عميلة اسمها ايما بتدور وراه اليومين دول وانه لازم يقلل شغله. ولكن فينسنت بيكون متضايق فبيقطع ايد باريلا اللي بيتألم جدا. وقتها بنرجع لايما اللي بيكون هتركب العربية، بس بيتصل بيها روبرت حذرها ما تركبش عربيات، وفعلا العربية بتهجر وهي بتصاب وبتنقل للمستشفى. وبالليل بيهدد فينسنت سكان القرية بانه هيخلص على الضابط جيو لو ما قالوش ليه مين اللي خلص على اخوه. فبيظهر ليه روبرت وبيعترف على نفسه، بس وقتها سكان القرية كلهم بيتحدوا مع روبرت وبيبقوا هيهاجموا فينسنت اللي بيخاف، وبيهرب هو ورجالته. وقتها بيتبعهم روبرت وبيخلص على رجالة فينسنت واحد ورا واحد بكل تخفي. وقتها بيخاف فينسنت جدا وبيفضل ينادي عليهم بس محدش بيرد، فبيضربوا روبرت. ولما فينسنت بيقول له روبرت انه هياكله الممنوعات اللي هو بيصنعها، وان في 6 دقايق قلبه هيوقف لان الكميه كانت كبيره جدا. وفعلا بيفضل فينسنت يصارع الموت، وفي الاخر بيموت بعد عذاب. وبالشكل ده بيكون قضى روبرت على الشر في القريه، وبيزور ايما وبيقدروا يتكلموا مع بعض. وقتها بيعرفها انه كان صديق لوالدها ووالدتها، وبيمشي وبيرجع القريه وبيحتفل معاهم بان الشر مات.